رحمة رياض تفضح سراً عن علاقتها بنصيف زيتون، كشفت عن رسالة وجهتها له قبل زواجه من دانيال رحمة. ما في ليلي جاري ليلي ما في ليلي. كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض سراً مفاجئاً عن علاقتها بالفنان السوري نصيف زيتون، وفي مقابلة لها مع إي تي بالعربي قالت رحمة رداً على سؤال إن كانت باركت لنصيف زواجه من الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، فقالت أكيد بركت له بركت لدانييلا، هني أصحابي وبحبهم ومبسطت لهم قد الدنيا. وتابعت رحمة أنا أكتر وحدي كنت قلن يلا خلصونا تزوجوا، فإن شاء الله يا رب الله يسعدهم حبايب قلبي وأنا بحبهم كتير. أنا أكثر وحدة كنت أقولهم يلا خلصونا تزوجوا، فإن شاء الله يا رب الله يسعدهم حبايب قلبي أنا أحبهم هواي. من ناحية أخرى، كانت أحيت الفنانة العراقية رحمة رياض حفلا غنائيا بحضور جماهيري كبير على مسرح الفورم ببيروت مساء يوم الأحد الماضي مع النجوم جورج وسوف وآدم، رغم الأجواء الأمنية الصعبة التي يعيشها لبنان. وقدمت رحمة مجموعة من الأغاني العراقية والخليجية واللبنانية وسط تفاعل الجمهور، فيما وجه جورج وسوف تحية لهم قبل بدء حفله، وقدم آدم لمسة شبابية وحيوية من خلال أغانيه المفضلة لدى محبيه. وتصدر الحفل الغنائي لترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بالسهرة الغنائية، حيث ظهرت رحمة رياض مرتدية فستانا طويلا باللون الفضي اللمع. ووجهت رحمة رياض رسالة مؤثرة للبنان بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، وقالت بيروت نابضة بالحياة والله يحمي الجنوب يا رب. نابضة بالحياة، انتو تنطون حياة للناس، تنطوهم طاقة، دايما تنطونا أمل ببكرة إن شاء الله يا رب دائما الله يديم علينا الأمل. هذا وكانت شاركت الفنانة العراقية رحمة رياض المتابعين أول صورة لها مع ابنتها عالية من زوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم. وظهرت رحمة في الصورة وهي تحتضن طفلتها خلال تواجدهما في الطائرة، حيث حرصت على إخفاء وجهها. وحظيت الصورة بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تفاعل الجمهور معها، حيث طالب البعض بالكشف عن ملامحها. وكانت الفنانة العراقية علقت عقب إنجاب ابنتها من زوجها الفنان ألكسندر علوم: الحمد لله الذي وهبنا بفضله فرحتنا الأولى عالية، اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا. موهبة عراقية مطعمة بالنجاح، حققت نجاحات متتالية. وعلى صعيد آخر، أعلنت الفنانة العراقية قبل أيام قليلة تعاونها مع لعبة ببجي موبايل من خلال تقديم أغنية خاصة باللعبة، كما ستظهر بشخصية حورية البحر وأزياء مستوحاة من أسلوبها. ونشرت ببجي الشرق الأوسط مقطع فيديو للإعلان عن تعاونها مع رحمة رياض وعلقت: حورية البحر رحمة رياض تصل إلى ببجي موبايل بأغنيتها الجديدة أنا أساسية قريبا. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.